بسم الله الرحمن الرحيم. الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسببت 17 سنة من غياب الحكومات الوطنية وضياع هيبة الدولة وتفاقم الفوضى الأمنية وتغول الميليشيات الموالية لإيران في العراق في تواصل ارتكاب المزيد من الجرائم الوحشية والمجازر الطائفية بحق المدنيين، وذلك بالتزامن مع استمرار قمع التظاهرات المناهضة للحكومة وسط إفلات مطلق لمرتكبي الانتهاكات من العقاب، والمترافقة مع تشكيل لجان تحقيق من الجناة أنفسهم، وتستر دولي مستمر وغير منقطع على ما يجري في العراق من انتهاكات وفظائع تركت وما تزال آثارها العميقة في ذاكرة الشعب العراقي من شدة هولها ووخامة تداعياتها، في الوقت الذي ما يزال فيه عشرات الآلاف من السجناء الأبرياء يواجهون كارثة إنسانية محققة وراء أسوار المعتقلات، بالتزامن مع تفشي وباء كورونا المستجد في البلاد عامة وداخل مرافق الاحتجاز خاصة. إنها كارثة إنسانية يفاقمها الإهمال الطبي الممنهج وانعدام إجراءات الوقاية والخدمات الصحية في السجون الحكومية المعلنة. يسرنا اليوم أن نستضيف الدكتور أيمن العاني، مسؤول قسم حقوق الإنسان في الهيئة، للإعلان عما تم رصده بشأن حالة حقوق الإنسان في العراق في تقرير يوثق تفاصيل الانتهاكات المرتكبة وفق المحاور المعروفة والمصنفة عالميا، مدعمة بالمخططات والصور والإحصاءات الدالة على كل حالة على حدة، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحضور الكرام، المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقوم اليوم بالإعلان عن التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في العراق، وجاء بعنوان العراق استمرار القتل والقمع مع انهيار صحي واقتصادي وإصرار حكومي على حماية القتلة والفاسدين. ومنذ كانون الثاني الماضي رصد قسم حقوق الإنسان مقتل 1781 مدنياً، بمعدل مقتل 5 مدنيين في كل يوم، بينهم نحو 300 متظاهر سلمي وناشط مدني. وعلى صعيد الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والإعدام، سجلت أعداد المعتقلين ارتفاعا مهولا خلال العام 2020، إذ تجاوز مجموع أعدادهم 135,441 مواطنا في 8,656 حملة اعتقال معلنة. إلى جانب ذلك، أحصى قسم حقوق الإنسان مقتل 140 مدنيا أثناء حملات الاعتقال. ونؤكد في هذا التقرير على أن مصير أكثر من 23,000 من المختفين قسرا من أبناء المحافظات المنكوبة لا ما يزال مجهولا، وسط انتشار المعتقلات السرية وأماكن التوقيف غير الرسمية في البلاد، منهم ما لا يقل عن 474 حالة اختفاء قسري تم رصدها وتوثيق بعضها خلال 2020. وقد تسببت ظروف الاحتجاز المتردية والإهمال الطبي المتعمد واستمرار التعذيب والتجويع والإذلال في وقوع عشرات الوفيات بين السجناء، إذ بلغ مجموع المعتقلين الذين لقوا حتفهم تحت التعذيب أو من جرائه أو الذين تم قتلهم 95 معتقلا، بمعدل وفاة معتقل كل 3 أيام، بينهم معتقلون تم إعدامهم بعد صدور قرار الإفراج عنهم أو قبل النظر في استئنافهم لحكم الإعدام الصادر بحقهم. ومع بداية العام الحالي تدخل أزمة النزوح الكبرى في العراق عامها 8 على التوالي، وسط تفاقم معاناة النازحين في المخيمات، بالتزامن مع إصرار حكومي على منع آلاف العائلات المشردة منذ سنوات من العودة إلى ديارها بحجج واهية. بالمقابل، شهد النصف الثاني من العام 2020 إجراءات حكومية تعسفية لإجبار سكان بعض المخيمات على العودة القسرية إلى مناطق غير آمنة دون تخطيط مسبق ولا توفير لأسباب
العودة ولا سيما السكن الكريم والأمن وسبل العيش. وما يزال نحو 1,300,000 نازح يعيشون في مخيمات بائسة أو في العراء، معظمهم يعانون ظروفا معيشية حرجة ويحتاجون إلى دعم مستمر. وفي ظل الإهمال الرسمي المستمر لحقوق المرأة والطفل والصراعات السياسية المتواصلة في العراق، ما تزال هذه الفئة المجتمعية في مقدمة ضحايا العنف وغياب القانون. ففي العراق اليوم يعيش 40% من الأطفال أو من هم في سن عمر الدراسة تحت خط الفقر، ويعاني 80 منهم من استمرار القتل والخطف والاتجار بالبشر وفي أعمال التسول والدعارة وغيرها وسط استمرار ظاهرة عمالة الأطفال. ويظل العراق في ظل حكومات الاحتلال المتعاقبة بين الدول الأسوأ بالنسبة للمرأة في العالم، حيث تتعرض فيه النساء إلى القتل الوحشي والاختفاء القسري والتعذيب بأساليب منحطة. وشهد العام 2020 جرائم منظمة جديدة راح ضحيتها نساء وفتيات بينهن ناشطات مدنيات، مع غياب التحقيقات الشفافة الفورية والنزيهة وعدم الكشف عن ملابسات تلك الجرائم. ويظل نظام المحاصصة أصل الفساد في العراق، فهناك فساد كبير ومتجذر في الدوائر الحكومية كافة، الأمر الذي أدى ويؤدي إلى تواصل عمليات بيع المناصب والدرجات الوظيفية واختلاس المال العام وانتشار ظاهرة المشاريع الوهمية وتلكؤ المشاريع الخدمية أو توقفها، ليبلغ سعر بعض الحقائب الوزارية في الحكومة الحالية عشرات الملايين من الدولارات. وما تزال أزمة شح المياه متفاقمة في المحافظات الجنوبية، يرافقها منع ممنهج للزراعة في العديد من محافظات البلاد وفرض سياسة الاعتماد على الاستيراد المحاصيل الزراعية من إيران. وللعام العاشر على التوالي يظل معدل انتشار نقص التغذية بين سكان العراق مرتفعا، إذ يقدر برنامج الأغذية العالمي أعداد الجوعى في العراق بنحو 9,500,000 نسمة بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة في البلاد. وبسبب السياسات الاقتصادية الفاشلة للحكومات المتعاقبة، ارتفع الدين الخارجي للعراق بنسبة ملحوظة خلال العام الماضي ليصل إلى 133 مليار دولار، بالتزامن مع بلوغ العجز الإجمالي المخطط 71 تريليون دينار في موازنة 2021، مع وجود فجوة في التمويل يصل مجموع مبالغها إلى 48 تريليون دينار، واعتماد سياسة الاقتراض الداخلي والخارجي من خلال البنك المركزي لتمويل العجز الطارئ. وتعاني 30% من مناطق البلاد انعدام الكهرباء، فضلا عن حرمان أكثر من 6 ملايين عراقي من مياه الشرب، إلى جانب وجود نحو 4 ملايين مواطن في العشوائيات، وتهالك 90% من شبكات الطرق في البلاد، الأمر الذي يتسبب بحوادث كارثية يلقى آلاف المواطنين سنويا حتفهم بسببها. وبلغ حجم الفساد المالي في العراق أكثر من 650 مليار دولار، إلى جانب تهريب ما قيمته 450 مليار دولار إلى الخارج خلال السنوات الماضية. ومع استمرار سياسة التجهيل وانعدام خطط الاستجابة التعليمية واختفاء المناهج الرصينة، يشهد العراق ارتفاعا ملحوظا في معدل الأمية وتزايدا مضطردا في أعداد الطلبة المتسربين من التعليم، إذ أعلنت وزارة التخطيط الحالية أن نسبة الأمية في العراق بين السكان الذين تزيد أعمارهم عن 10 أعوام بلغت 13%.
وبحسب الوزارة فإن أعداد السكان الأميين بموجب ذلك تتجاوز 3,700,000 من الذكور والإناث. ويواجه العراق عجزا مدرسيا هو الأعلى في تاريخ البلاد الحديث، الأمر الذي ينبئ بكارثة تعليمية غير مسبوقة. ومن ملامح مهزلة تحزب التعليم العالي المستمرة في العراق وعدم اعتماد معايير عالمية رصينة، أصدر البرلمان الحالي في الأول من تشرين الثاني نوفمبر الماضي قانون معادلة الشهادات العلمية على أسس غير علمية وغير مسبوقة وغير معقولة، تسبب بانحدار جديد في مستوى الشهادات العراقية التي كانت في الماضي القريب تتمتع باعتماد تام لدى أرقى الجامعات في العالم. وعلى الصعيد الصحي أصبح العراق ضمن البلدان الأكثر خطورة في الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والأول عربيا بعدد الوفيات من جراء الإصابة بالفيروس، حيث بلغت أعداد الإصابة بفيروس كورونا حتى تاريخ الثاني من كانون الثاني الجاري نحو 600,000 حالة مثبتة، والوفيات الناجمة عن الإصابة 12,834 حالة. ونذكر هنا أن الأرقام الحقيقية لأعداد الإصابة بفيروس كورونا أكثر بكثير من المعلن رسميا في العراق، وهناك أضعاف مضاعفة من الإصابات غير المسجلة بسبب خلو معظم المستشفيات من نماذج الفحص للكشف عن كورونا، ويعاني القطاع الصحي المنهار في العراق صعوبات جسيمة وتحديات جمة تفاقمها البنية التحتية المتهرئة والمتهالكة، إلى جانب هجرة الأطباء والنقص الحاد بالمستلزمات الضرورية والأساسية. أما على الصعيد البيئي فإن الاعتداءات المتكررة على حصة العراق المائية من قبل دول الجوار والإهمال الحكومي في معالجة الأنهر وانعدام الرقابة وانتشار عمليات إلقاء المخلفات في الأنهر يساهم في ترسيب أزمة المياه المتفاقمة في البلاد، الأمر الذي ترك أكثر من 7 ملايين عراقي بلا مياه صالحة للشرب أو بلا مياه أصلاً وسط فشل حكومي بمعالجة الأسباب، إلى جانب نفوق مئات الأطنان من الأسماك وتحول عدد من الأنهر إلى مكب نفايات وفقدان 50% من الأراضي الزراعية خلال السنوات الخمس الأخيرة. ومع استمرار التهديدات وجرائم قتل واختطاف الصحفيين في العراق وعدم الكشف عن ملابسات عمليات الاغتيال التي تطال الناشطين والصحفيين وزيادة في جرائم قتل المتظاهرين وتجاهل حكومة بغداد للمطالبات الحالية المحلية والدولية بالكشف عن نتائج التحقيق في جرائم قتل المتظاهرين، سجل العراق تراجعا جديدا ليحل في المركز 162 في مؤشر حرية الصحافة العالمي. ووثق قسم حقوق الإنسان مقتل واغتيال 283 متظاهرا سلميا وناشطا مدنيا في التظاهرات المعارضة للحكومة في العراق. ويظهر في الرسم البياني أن أكثر من 90 منهم تم قتلهم واغتيالهم في النصف الثاني من العام 2020 في عهد حكومة الكاظمي، الأمر الذي يدلل على استمرار نهج قتل المدنيين وقمع المتظاهرين السلميين المعارضين للحكومة في العراق. وهكذا يبقى صحفيو العراق بين القتل والاختفاء القسري والبطالة وسط الانهيار التام لمستويات حرية التعبير والحريات العامة والصحفية. وقد وثق قسم حقوق الإنسان خلال العام 2020 مقتل 7 صحفيين وعاملين في مجال الإعلام واختفاء 27 آخرين منهم، وسجل عشرات الانتهاكات بهذا الصدد، الأمر الذي يؤكد منهجية هذا الاستهداف وينذر بتلاشي هذه المهنة المهمة في العراق.
وفيما يخص مخطط التغيير الديموغرافي الجاري تنفيذه في العراق، وثق قسم حقوق الإنسان أساليب جديدة لجعل هذا المخطط واقعا، ولا سيما المدن المنكوبة وفي مقدمتها محافظتان نينوى والأنبار بعد الإجهاز على محافظة ديالى. من جملة هذه الأسباب اختراع مراقد أو مزارات تدعي السلطات الحكومية أنها لأحد المنتسبين لأهل البيت، أو طرق مزعومة إلى موقع هذه المعركة التاريخية أو تلك كطريق السبايا المزعوم. إلى جانب ذلك وثق قسم حقوق الإنسان اختفاء ما لا يقل عن 147 مدنيا من أبناء المناطق المستهدفة في مشاريع إحداث التغيير الديموغرافي في العراق خلال العام الماضي، فضلا عما حدث في مناطق سهل نينوى والترحيل القسري لأبنائه بقوة السلاح من قبل السلطات والميليشيات الموالية لها. ويظل الإفلات من العقاب العنوان الأبرز الذي يشمل مختلف الجرائم الجنائية وملفات الفساد، والإصرار الحكومي على توفير الحماية للمرتكبين، والإفلات المطلق من العقاب هو أبرز ما اتسم به العراق ما بعد الغزو الأمريكي والاحتلال الإيراني الذي أعقبه. في حين تشهد جرائم التعذيب في السجون الحكومية المعلنة تصعيدا واستمرارا خطيرين في الوقت الذي تواصل فيه السلطات القضائية في العراق مبدأ تمييز الأشخاص أمام القضاء، وتصر على استمرار اعتقال المواطنين بدون أوامر قضائية. شكرا للاستماع وجزاكم الله خيرا، ونرجو أن يكون هذا التقرير حقيقة دافعا لرفع الوعي الشعبي بانتهاكات الجارية في العراق بحقوق الإنسان، ويظل هذا التقرير وأمثال هذا التقرير هو الحافز أو المشجع للجهات الحقوقية داخل العراق وخارج العراق لإنقاذ الشعب العراقي وتوفير الحماية له من هذا النظام السياسي القائم على القتل والاختفاء القسري والتعذيب. وشكرا مرة أخرى على الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا دكتور أيمن. قدم لنا الدكتور أيمن العاني مسؤول قسم حقوق الإنسان في الهيئة تقريرا يوثق تفاصيل الانتهاكات المرتكبة وفق المحاور المعروفة والمصنفة عالميا، مدعمة بالمخططات والصور والإحصاءات الدالة على كل حالة على حدة. شكرا مرة أخرى، وشكرا لحضوركم الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.